ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على توقعات يوم 10 نوفمبر لعام 2022. يوم هيكون مهم كتير للابراج الهوائيه لان انتقال القمر لبرج الجوزاء، كمان في انتقال اخر هيكون انتقال عطارد لبرج القوس، لسه حركه انتقاليه، فده هيدي تاثيرات رائعه كتير ومميزه للابراج الناريه على الصعيد المهني. خلينا كده نتكلم على توقعات كل برج على حده لان بيختلف الامر كتير لكل برج، وهتكلم كمان على نصيحه المتطلبه لكل برج من الابراج. خلينا نبدا ببرج الحمل. برج الحمل مبدئيا انت عندك يوم هيكون فيه كتير من العلاقات والود والتقارب، هيبقى عندك يوم قد ايه فيه تواصل ما بينك وما بين اصدقاء، واهم حاجه ان هيكون في اشخاص غلطوا فيكم يا برج الحمل، يعني في اشخاص قد ايه خسروكم، زعلوكم، قد ايه ممكن يكونوا غلطوا فيكم ببعض الكلمات او لفظيا، لكن هيكونوا كتير بيحاولوا ان هم يصلحوا معاكم، هيبقى كتير من الحقوق بترجع لكم، سواء حقوق ليها علاقه باوراق او حقوق ليها علاقه بممتلكات او حقوق ليها علاقه حتى بمساله شخصيه، فهيكون عندك رد لحقوقك جدا، في عندك كتير من التصالحات، مش انت اللي بتتصالح، لا حد بيجي يتصالح معاك، ودي نقطة كتير هامة. كمان هيكون في ود وتقارب وعلاقات كتير هتكون موجودة، تواصل ما بينك وبين اشخاص جدد، قد ايه هيكون في خير ليك من قبل الاخرين كعروض متميزة او حد بيدعمك بشكل كتير قوي يا برج الحمل. فده بالنسبة لي برج الحمل. اما بقى بالنسبة لي برج الثور، برج الثور اليوم بالنسبة لك هيكون فيه نوعية من الصرف، في مصاريف كتيرة أو مطالبة بصرف، كأن عندك حاجة متعلقة بأمور رسمية أو أمور ليها علاقة بشأن قانوني أو قضائي بتصرف عليها أو بتصرف فيها، حاجة ليها علاقة بالتزامات مالية بتحاول إن أنت تسدها وتخلصها. فإذا اليوم هو عبارة عن تعاملات مالية وبتحاول كتير، لأن عارف فكرة إن ممكن يكون إن أنت في حاجة أو فاتورة معينة مطالب الدفع فيها في الوقت ده وما ينفعش إنها تتأخر، حاجه ليها علاقه بالنطاق ده جدا. فاذا في تعاملات ماليه انت بتسعى كتير انك انت تخلصها بالانجاز او بشكل سريع. اما بالنسبه لي برج الجوزاء، برج الجوزاء اليوم بالنسبه لك قد ايه نشيط، قد ايه ايجابي، عندك يوم مليء بالتعويض، مليء بالايجابيه، يوم مدعوم على كل التفاصيل، حلو قوي اليوم ان انت تتخذ اي خطوه او اي قرار، لان عندك الثقه في النفس كتير قويه، عندك طاقه متميزه، عندك دعم هايل جدا جدا. فعلينا يا برج الجوزاء ان احنا نكون داعمين اكثر لذاتنا ولنفسنا، بان احنا نكون اكثر انطلاقه، اكثر تميز، بان احنا نكون قد ايه يعني عارف فكرة اللي هو نقدر نستغل عامل الوقت او الفرصة، ده مطلوب منكم جدا جدا. اليوم هيكون على فكرة في كتير من الخطوات الداعمة المتعلقة بيه، عقود وقرارات والخ، فاذا يوم هيكون داعم جدا جدا لبرج الجوزاء، ما ينفعش ان اليوم ده يعدي كده. اما بالنسبه لبرج السرطان، برج على قد ما انت مدعوم يا برج السرطان من الشمس، الا ما تنساش ان عطارد بانتقاله لبرج القوس او بحركته الانتقاليه لسه لبرج القوس، ووجود القمر ببرج الجوزاء وتراجع المريخ بالجوزاء، كل ده بالنسبه لك مع بعضه يؤدي الى خلافات مع اصدقاء العمل، يؤدي الى مشاكل يجب ان انت تكون حذر جدا فيها، احذر كتير من التحديات، احذر كتير من لغة المقارنة، احذر كتير من ان انت تدخل مجادلة مع حد او انك تتكلم على شخص ما بشكل سيء، لان الشخص ده هيوصل له كلامك بالحرف جدا. خلي بالك كتير لان عندك ضغطة مالية او مش ضغطة مالية، طمع مالي وخلافات على امر مالي، فانت الجدل فيها هيكون دون نفع، فخلي بالك كتير، مش اليوم اللي ينفع فيه انك تجادل، مش اليوم اللي انت تقول لا انا لازم اوصل لعدل، لازم اوصل لحقي، لازم اعمل مش عارفه ايه. وكمان الوضع المهني ما ينفعش فيه المجازفه ولا التحديات ولا المقارنه بايا كان ايه. خلي بالكم كتير يوم عايزنا ان احنا نكون ماشيين جنب كده الحيط زي ما بيقولوا، فلازم ناخد بالنا كويس جدا، جنب الحيط يعني معناه ان احنا نمشي بدون مشاكل يعني. اما الاسد، برج الاسد اليوم بالنسبه لك مدعوم كتير، خطوات مهنيه ناجحه جدا، هيكون عندنا عروض متميزه، عمل سابق بيرجع ان هو يستعيدنا تاني، او في دعوه ليه عمل سابق ان احنا نرجع ليه عملنا مره اخرى. بالنسبه لك هيكون عندك تعويض او استرداد حقوق، في عندك كمان قرب علاقات وود وتقارب، علاقات جيده، ممكن يكون عندنا لمه عائليه، مناسبه عائليه، حضور ولم شمل، عندك كتير التعامل مع الاصدقاء، في اصدقاء بالنسبه لك هتتعامل معاهم بشكل كتير رائع ومميز، في ان انت عندك اتصال مع اصدقاء زمان بالنسبه لك وقت حلو كتير بتقضوه، فاذا يوم حلو جدا جدا ما ينفعش ان هو يضيع كده خالص، حلو قوي اليوم، في ان انتوا لو عايزين تصلحوا علاقات، يوم حلو كتير، في ان انتوا لو عايزين تعملوا خطوات
خطوات مهنية، فيوم حلو جدا جدا لأن عندكم طاقة كتير مميزة، فعلينا استغلال اليوم. برج العذراء، برج العذراء اليوم بالنسبة لك هيكون عندك قرارات انت مذبذب فيها قوي، يعني انت مذبذب في قراراتك، مذبذب في حاجة ليها علاقة قرار ممكن يكون قرار عاطفي بالأخص، قرار شأن عائلي، قرار ليه علاقة بسفر او ليه علاقة بحركة انتقالية او بعقود. فخلي بالكم كتير جدا جدا لان عندنا قرارات احنا مذبذبين فيها، فاذا لزم الامر استشيروا اشخاص مقربين او استشيروا اشخاص قانونيين في حاجه انتوا لو مذبذبين فيها من حيث امر قانوني او امر خاص بممتلكات او الجو ده. لكن لو ممكن تستشيروا اشخاص مقربين يخافوا عليكم من الناس اللي هم حواليكم، وكمان في نفس الوقت يستحسن ان انتوا ما تاخدوش قرارات، تاجلوا قراراتكم الى يوم 12 يكون افضل كتير. ده بالنسبه لي برج العذراء. برج الميزان، برج الميزان اليوم بالنسبة لك لطيف جدا، يوم حلو قوي لان هيكون بالنسبة لك القمر بالمنزل التاسع، كمان عطارد بينتقل الى المنزل الثالث، وفي نفس الوقت ده هيحسسك بايه او التغيرات دي هتبقى فيها ايه، معناها ان انت هيكون عندك نفسية كتير مرضية بالنسبة لك في موضوع قلقان انت منه او موضوع انت متخوف منه، متخوف على حد من اسرتك في حاجة معينة، متخوف في عندك حالة من القلق شوية في حاجة معينة، الا ان الحاجة دي هتبقى فيها امر مطمئن جدا جدا جدا، وبل بالعكس هتقدر تعرف مدى تأثير روحانياتك عليك وعلى الآخرين، بمعنى ان الحاجة اللي انت كنت بتقول فيها او ان انت عايزها او عملت لها طاقة جذب او عملت لها تخاطر او الجو ده، هتلاقي انها بتحصل بحذافيرها، بتحصل بالنص يعني، فده هيخليك ان انت تكون مبسوط بنفسك جدا، هيخليك اللي هو اوعى وشك، عارفين الجو ده اللي هو تبقى مبسوط بنفسك كتير، ان انت قد ايه نفسية متألقة، قد ايه انت عندك سعادة ليها علاقة بالتعامل مع الآخرين، اصلا في عندك ود وفي علاقات، في تقارب ما بينك وما بين الآخرين، في تقارب ما بينك وما بين الحبيب، عندك تصالحات عائلية أو شخص من العائلة أو شخص من المكان المقربين ليك بيبقى عايز يكون قريب منك، ولكنك مش هتكون قريب منه، بس الفكرة كلها إن أنت اللي جيت لي، أنت اللي جيت، عارفين لا أنت اللي بدأ، فعندك ده جدا يعني. برج الميزان هتبقى عندك سعادة متعلقة بهذا الأمر كتير، ويوم حلو قوي لو انتوا عايزين تصلوا الى هدف معين، اليوم بالنسبه لكم بيفتح لكم دراعاته كده ويقول لك يلا عشان نوصلك بسلامه، فعندك ده جدا. برج العقرب بقى، برج العقرب انت عندك حركه مهنيه، عندك كتير مساعي مهنيه، عندك في امر مهني انت بتصرف فيه، في مشروع انت بتصرف عليه، بتساند مشروعك عشان ينجح وبالفعل بينجح، وفي مبشرات ايجابيه جدا جدا ان الحركه المهنيه والمساعي بتاعتك في الشان المهني قد ايه كلها داعمه بالخير او ليها علاقه بخير قادم، فاذا في بالنسبه لك بشره ايجابيه من شان مهني، وعندك بالفعل مساعي هتكون ليها تاثيرات ايجابيه. ده بالنسبه لبرج العقرب. برج العقرب كمان يوم حلو كتير للخطوات المهنيه للناس اللي هي منتظره ان امتى اتخذ خطوه. اما بالنسبه لي برج القوس، برج القوس يوم رائع جدا في ايه؟ ما هو الشمس بالنسبه لك معاكسه، يوم رائع جدا في ان انت هيكون عندك شراكه جيده، او ان في شخص ينتشلك من مشكله. في على قد ما عندك عداءات وعندك اشخاص بيحاولوا ان هم يعملوا لك مكيده، الى ان عندك اشخاص اخرين يبعدوك عن هذه المكيده، فبالتالي بتحس ان الحياه امان قوي بالنسبه لك، عندك مشاكل مع بعض الاشخاص او خلافات مع بعض الاشخاص، الى انك هتكون قادر على التصالحات وقادر على التقارب واعاده الود مره تانية. بالنسبه لك انت عندك تاثير نفسي سلبي بسبب ابتعادك عن شخص، او بسبب ان انت علاقتك بفلان او علان سواء حبيب او صديق او حد من الاهل مش على ما يرام، الى انك بتكون قادر كتير انك تخلي علاقتك على الحبيب او الصديق او حد من الاطراف العائليه ده على ما يرام، يعني قادر ان انت تخلي العلاقه تكون افضل واحسن، وده هيسعد نفسيتك كتير وهيخليك ان انت تكون متالق اكثر اكثر فاكثر. ده بالنسبه لي برج القوس، يعني في تصالحات عديده. اما برج الجدي، برج الجدي عندك اهتمام بالصحه الظاهريه، بمعنى انك مهتم كتير باللياقه البدنيه او اللياقه الجسديه، مهتم كتير بان انت بشكل مظهرك، شعرك، بشرتك، الحاجات اللي ليها علاقه بالصحه الظاهريه، اللي ليها علاقه بمدى تاثير النفسيه بالنسبه لك، يعني عندك انك مهتم كتير بلبسك، بستايلك، مهتم كتير بمنزلك، بنظافه ونظام منزلك. ليه؟ عارفين فكره كده لما بنروق البيت ونغير ديكور البيت بنحس اللي هو ايه
ايه النفسيه بنت اللذينه الحلوه دي. برج الجدي كده جدا على فكره، برج الجدي يحب يغير الديكورات بتاعت بيتهم كل شويه، بيحبوا يغيروا ستايل، بيحبوا يغيروا لون شعر. فحاله التغيير اللي هتكون عندكم تغيير متعلق باليوم ده جدا، يوم صراحه 10 ويوم 11 عندكم ده كتير، في تغيرات متواجده ليها علاقه بتاثيرات نفسيه ايجابيه، يعني هيبقى ليها تأثير نفسي إيجابي عليك. ففي تغيرات ليها علاقة بالصحة الظاهرية، في اهتمامات متعلقة بده جدا جدا، فبالتالي هيكون عندك كتير أجواء لطيفة خلال اليوم. أما بالنسبة لي برج الدلو، برج الدلو يوم كتير مناسب جدا جدا لتصحيح العلاقات العائلية، الإخوات الأولاد، إني أتقارب أكتر مع الأولاد الإخوات الأب والأم. يوم حلو كتير لأن هنسمع فيه خبر حلو، خبر حلو متعلق بشأن عائلي، متعلق بمواليد، بالأولاد، متعلق بالأخوات، متعلق بالأب والأم. في عندك حالة ليها علاقة بترابط أسري، في عندك أجواء ليها علاقة بتعاملات عائلية، أجواء عائلية. فإذا اليوم حلو كتير جدا جدا في لم الشمل والتقارب قوي، يوم حلو قوي وبيدعمك في البدايات، بداية مهنية، بداية تصالح، بداية ليها علاقة بأي خطوة ما. فإذا عندك يوم رائع كتير. اما برج الحوت، برج الحوت عندك مساعي عديده للاستقرار، كانك بتحاول تصلح علاقات، كانك بتحاول تصلح العديد من الامور الخاصه بذاتك، كانك بتحاول تصلح امور عاطفيه او قرارات مهنيه، وبالفعل انت عندك القدره على تصليح العلاقات والتعاملات والقرارات، فده بالنسبه لك هيكون شان كتير ايجابي، يعني اذا شكل اليوم بالكامل هو مساعي قويه جدا جدا نحو الاستقرار. ده بالنسبه لي برج الحوت، وده بالنسبه لي كل الابراج. بتمنى لكم يوم مميز جدا، يوم سعيد. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه، تفعيل الجرس. سلام.